أهلا بكم في اختار كارت. موضوع النهاردة، هل هناك رجوع للمنفصلين أو هل فيه رجوع للمنفصلين؟ هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسم الحبيب، مجموعة أولى حاء خاء ياء واو غين راء ذال باء تاء ثاء قاف ضاد طاء شين، أو اختيار الحجر الأخضر ده، نحطه هنا عشان يكون على مرأى الجميع. المجموعة الثانية، ما تبقى من الأحرف، ف نون زين كاف ألف عين صاد هاء لام سين جيم دال ضاد ميم، أو اختيار الحجر الأصفر ده، اختاروا إذا كنتم عاوزين تختاروا بالأحجار الخضر الحجر الأخضر مجموعة أولى، الحجر الأصفر المجموعة الثانية، واللي عاوز يختار بالأحرف، احنا قلنا الأحرف. تمام، يلا نبدأ على بركة الله. أول حاجة زي ما عودناكم نشوف طاقتكم الحالية، انتوا الاتنين دلوقتي عاملين ازاي؟ طاقة عامة فيما يخص ما يحصل لكم في جميع الميادين، انتم والحبيب ده. يلا نشوف الصورة التي تمثلكم، والصورة اللي قبلها واللي بعديها، وصورة الحبيب، هاي صورة الحبيب، والورقة اللي قبلها والورقة اللي بعديها. يلا دي طاقة الحبيب ودي طاقتكم انتم. اعتذر عن صوتي تعبانة شوية. طاقتكم انتم هنا، يعني ما فيش حد يقدر يجي يغير لكم تفكيركم انه اللي حصل ما بينكم في سبب الانفصال هو سحر. انتم متأكدين انه في سحر عمل لكم عشان تنفصلوا مع الحبيب ده. ربما انتم متجوزين، ربما انتم يعني عايشين في علاقه ثلاثيه، وعندكم شك او يقين، مش شك، عندكم يقين انه في سحر عمل لكم عشان يفرقوا ما بينكم انتم الاثنين. عفوا، بما انها قراءه عامه مستحيل تنطبق على الجميع، انا هحاول ادي لكم كل الاحتمالات. البعض منكم هنا ربما مطلقه ارمله او سنجل، عمرك ما اتجوزتي، وشاكين كمان انه عندكم طاقة اسحار هي التي تمنعكم على الارتباط بشكل عام، مش شرط مع الانسان ده. حاسين انه في عندكم اسحار، يعني شايفين انه في حياتكم كلها غموض في غموض فيما يخص حاجات، توصلوا للبير بس مثلا ما تشربوش ميته، ما فيش حاجة عملتوها ولقيتوا فيها سهولة، أو يعني علاقة دخلتم فيها وانتهت بحب وعلاقة رسمية والحاجات دي. حاسين إنه فيه في طاقة سحر بتبعدكم عن أي حاجة جميلة، دي طاقة البعض منكم. لكن في طاقة أخرى كمان عندكم هنا، غالبا أنتم 80% 85% حاسين بطاقة غضب على اللي بيحصل. حاسين انه في حاجات تسببت في حصول اللي حصل او اللي حصل لكم ده، وطاقة الغضب دي مش بسبب اللي حصل، لا، عاوزين تعرفوا ايه سبب اللي حصل ده. وطاقة الغضب مع الغموض اللي قدامكم ده اللي انتم شايفينه، عفوا، طاقة الغضب دي يعني مقارنة أو موازاة مع الحزن اللي عندكم في الانفصال اللي حصل ما بينكم، هو اللي مأثر عليكم أكتر، فأصبح عندكم ردة فعل عدوانية. أعتذر من صوتي. أصبح عندكم ردة فعل عدوانية قصاد أي حد أو أي حاجة تحصل في حياتكم، لأنه خلص أصبحتم زي البركان،
أي حاجة يعني تزود على اللي أنتم فيه تنفجروا من كتر الغضب الداخلي اللي جواكم. لأن غالبا البعض منكم شخصيتكم من الناس اللي مترتبة، بتمشوا على حسب قواعد واضحة، على قيم أصيلة، على أفكار عندها أسس متينة. ما تحبوش العك في أي علاقة أو في أي شغل أنتم بتعملوه، تحبوا الدقة. تمام. الحبيب هنا طاقته، الحبيب هنا هو عازل نفسه تماما عن العلاقات العاطفية والحاجات دي وكلها، لأنه هو بحد ذاته بيفكر في شغله، في الجانب المادي. ربما بدأ مشروع جديد، أو هو في الوقت الحالي في الطاقة الحالية بيحصد نتيجة المشروع ده اللي هو عنده. ربما الشخص ده عنده مشروع خاص بيه، أو يشتغل في مشروع يخص العيلة بتاعته، لكن هو دلوقتي يعني طاقته رافض. بصوا الغزل هنا والجبل هنا، هو رافض انه يفكر بالسلبي ورافض انه يفكر بالايجابي. ليه؟ لانه غالبا دلوقتي بيواجه مشاكل في حياته، فيه مشاكل وعرق كبيره في حياته، وخاصه الجانب المادي. انت هتقولي لي لا ده الكارت ده كارت القطع. قطع ايوه، بس بصي كويس الصوره فيها ايه. فيها سنابل، حصاد، شمس الفجر. الكارت ده مش كله قطع 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 قطع، لا ده اسمه تارو. مش الورقه دي مش معناها في كل قراءه عندهاش نفس المعنى، ده حسب الكارت اللي اتحطت عليه او الطاقه اللي اتحطت عليه. فهنا في حصاد يعني نتيجه مشروع فلوس، لكن هنا هو شايف انه في بعض العراقيل فيما يخص مشروع هو بدأه، او نتيجه مشروع يعني الغله، النتيجة المادية للمشروع بتاعه ربما فيه خسائر عنده هو دلوقتي مركز عليها. تمام. سنضيف ورقة أو 3 أوراق للأوراق بتاعكم عشان نشوف طاقة العلاقة حاليا. يلا الورقة الأولى، الورقة الثانية، والورقة الثالثة. هنخلط الكروت ونشوف طاقة العلاقة عاملة ازاي. بصوا طاقة العلاقة هنا في غموض في سبب الانفصال، في غموض كبير في سبب الانفصال، وغالبا انتم دلوقتي مش عاوزين تعملوا خطوة من ناحية الطرف التاني ده الحبيب، لانه غالبا عملتم مجهود سابقا ولقيتوا انه ربما انتم البعض منكم عايشين في علاقة ثلاثية مفيش كرامة تقدروا تمرمطوها في الارض عشان الشخص ده اللي هو اصلا ما عملش حاجة. انتم تعبتوا في العلاقة دي، لكن هو غالبا في علاقة مع حد تالت وعنده عيال. ربما انتوا في علاقة مع حد متجوز وفي عيال، او ولادة عيال جدد في العيلة بتاعته او حاجة زي كده. فانتم خلاص البعض منكم هنا قطعتم الامل انه العلاقة دي تقدر يكون فيها يعني مستقبل، لكن فيه تفكير بخصكم انتم. انتم بتقولوا انا ضحيت في العلاقة دي وانا صبرت في العلاقة دي. اذا كان الشخص ده بيحبني حقيقة ما عليه انه يلقى الطريقة لوحده عشان يرجع، وهو حقيقة بيفكر ازاي يقدر يوصل لكم. زي ما نشوف هنا انتم هنا اهو، وهو هنا بيدور ازاي يخرج من المتاهة دي عشان يقدر يوصل لكم. وغالبا زي ما قلت لكم يا إما أنتم في علاقة ثلاثية يا إما في علاقة معقدة أو رباعية. تمام. نيجي نشوف دلوقتي هل فيه رجوع ما بينكم أنتم الاثنين، هل فيه رجوع للمنفصلين، هل فيه رجوع للمنفصلين. إحنا شفنا
الطاقة العامة بتاعتكم، وشفنا طاقة العلاقة. هنشوف دلوقتي طاقتكم دلوقتي انتم في العلاقة دي، طاقة الشخص ده في العلاقة سبحان الله، وطاقة العلاقة حاليا أو في المطلق. أسباب الانفصال الحقيقية، كمان مشاعر الشخص ده زمان ومشاعره دلوقتي. خطواته القادمة. تمام. طاقتكم انتم وطاقة الحبيب نفسها زي ما انتم شايفين الكروت الاتنين الاولى دي، انتم في الطاقة الحالية عاوزين استرجاع حقوق بتخصكم، عاوزين الحبيب ده يرجع عشان يرجع لكم زي ما نقول احنا رد اعتبار واسترجاع حقوق ضاعت منكم. ربما انتم ساعدتوه ماديا، ربما ساعدتوه في الوصول لشغل او منصب شغل، ساعدتوه في السفر، ساعدتوه في الإقامة، ساعدتوه في حاجات كتيرة. فأنتم رغبتكم هنا رغبة رجوع لرد اعتبار ورد حقوق، وهو طاقته الحبيب ده عاوز يرجع، هو عاوز يرجع عشان يبدأ بداية جديدة من غير ما تكلموه في الحقوق دي واللي أنتم بتدوروا عليها. طاقتكم واحدة أهي، سحب من هنا، سحب من هنا، إيد من هنا، إيد من هنا. انتم عاوزين لكن هو مش عاوز يمد ايده. انتم يعني بتستنى رد اعتبار، رد حقوق، رد اموال، وهو بصوا ماسك متمسك برأيه وعاوز بداية جديدة زي ما نشوف البراعم الصغيرة دي من غير ما يديلكم حاجة. هو عاوز يبدأ العلاقة في الطاقة الحالية من غير ما تكلموه لا على حقوق ولا على اي حاجة. ليه؟ لأن في طاقة العلاقة يعني تظهر انجذاب الشخص ده الحبيب ده ليكم، انجذاب يعني جسدي عظيم، يعني انجذاب جنسي عظيم جدا. فالرجل ده غالبا في أو الحبيب ده غالبا في طاقة العلاقة تظهر لنا طاقته اليومية على أنه أي حاجة بيلقاها في طريقه، بيسمع حد بينده باسمكم، بيشم ريحه كنتم، ريحه عطر كنتم بتعملوها لما كنتم في حضوره، ينام يحلم بيكم، وخاصه اخر الايام دول اللي ما فاتوا. اي وقت تشاهدوا هذا الفيديو طاقته مفتوحه، خاصه الايام اللي فاتوا دول. هو يكون مشغول في اليوم بشغله، لما يجي ينام يجي الحنين ويبدأ التفكير فيكم، وخاصة يعني تطغو عليه التفكير الجنسي، منجذب لكم جنسيا بانجذاب فظيع جدا. تمام. الشخص ده عاوز ايه في العلاقة دي وفي الرجوع ده، مشاعره وخطواته القادمة. زي ما قلت لكم الشخص ده عاوز ان العلاقة دي تكون وتمشي حسب تفكيره هو، الرجوع ده يكون زي ما هو عاوز. غالبا انتوا كنتم في علاقة اوني واوف، توأم شعلة، وتعود على انه كل مرة يعني تنفصلوا هو يطلب الرجوع أو أنتوا تتواصلوا معاه وترجعوا مع بعض. لكن المرة دي
عاوز يفرض عليكم بنفس الطريقة إنه يرجع، إنه هو يستناكم وإنتم ترجعوا، أو بيستنى وإنتم ترجعوا. إزاي؟ لأنه شاف إنكم مش هتقدروا تستغنوا عنه، شايف إنكم مش هتقدروا تستغنوا عنكم عنه. الحبيب ده غالبا البعض منكم زي ما قلت لكم عايشين في علاقة ثلاثية أو رباعية أو علاقة معقدة وصعبة. كان شايف إنكم يعمل كده تيجوا جري عنده، بس يبعت لكم رسالة تروحوا الجري تردوا عليها، بس يرن عليكم تروحوا ردين عليه، بس يعمل لكم لايك على أي منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بتروحوا تكتبوا له شكرا ومش عارف إيه وكذا وكذا، تظهروا له حنينكم ليه. لكن غالبا الأيام اللي فاتوا دول طال انتظاره على إنكم تعملوا ردة فعل، شايف إنكم اتغيرتم كتير ومش مش هترضوا بيه زي ما رضيتم بيه سابقا، فهو هيعمل ايه؟ للبعض منكم هيستعمل نوع من سحر الجذب، هيعمل لكم سحر الجذب، وربما حاسين به السحر ده انتم، مش قانون جذب، بقول سحر الجذب، وغالبا البعض منكم حاسين به، لان غالبا البعض منكم بقالكم سنة كده انفصال ربما وما كنتوش اصلا تفكروا فيه، واصبحت دلوقتي افكاره بتوصل لكم، بتتذكروه، بتسمعوا اسمه، بتحسوا بنفس الإحساس زي ما لو كنتم لسه في العلاقة. مشاعر الشخص ده هو عنده، ما اكذبش عليكم، عنده انجذاب فظيع جدا من الناحية الجنسية، مولوع بجسمكم، شايف انه في حاجة تجذبه ليكم، هو كل ما يبتعد كل ما قلبه ينصغ ليكم. لكن الانسياق ده مش عاطفي، اعجاب ولع، يعني مش عارفة ازاي افهمها لكم. دي الشخص ده هو بحد ذاته مش عارف يعني هل بيحبكم ولا لأ، لكن كل اللي يهمه هو انه ما يفرطش فيكم، لانكم انتم ناس روحانيين، البعض منكم عندكم طاقة روحانية أو ناس روحانيين، فمش عاوز يفرط فيكم. وغالبا البعض منكم هنا عندكم فرق في السن أو فرق في مكان التواجد أو فرق في الإقامة أو الجنسية أو اللهجة. خطواته، هو شايف، بصوا الحبيب ده شايف إن العلاقة دي قدرية من عند ربنا، وحيقدر بعمل الأسحار، يعني سحر الجلب، سحر المحبة، سحر القبول، على إنه حيتمكن. بصوا اللي في الإيد ده في الطاقة بتاعتكم في إيده، إنه يقدر يقلب. بصوا هنا إزاي ماسك البنتكل زي ما لو كان يقود عربية، هو فاكر انه بالسحر ده هيقدر يقلب الموازين او الطاقة لصالحه، هو عارف ان العلاقة دي علاقة قدرية ما بينكم رغم المشاكل الموجودة في العلاقة. الانسان ده لما يكون مشغول، سبب الانفصال لما يكون مشغول ولا بيتصل ولا بيسأل عليكم ولا يعمل أي حاجة، وتروحوا انتوا لايمينه. للبعض منكم لما تتخانقوا إذا كنتم في علاقة ثلاثية أو رباعية يسيبكم ويغزكم ويروح للطرف الثالث أو الطرف الرابع. إنسان ده هو كده، لا في حد مأثر عليه ولا عاملين له سحر ولا أي حاجة، الشخص ده هو كده. الشخص ده بيحب كل حاجة تمشي بقراره هو، بيتحكم في كل حاجة، في علاقة، في شخصيتكم، في لبسكم، في كلامكم، طريقة كلامكم، في المعارف بتاعكم، كل حاجة. عشان كده في طاقته
هو عارف انه تلفوا 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 هيقدر يجيبكم لعنده باستعمال الاسحار دول والتخاطر ده اللي بيعمله لكم في السر. وحتى ولو رجع ولقاكم مع حد تاني مش هيسيبكم متهنيين، هيحاول انه يفرق ما بينكم لانه هو رافض التخلي عنكم. طاقة ترابية وطاقة هوائية، نارية قليلة ومائية قليلة. طب القرود تنصحكم بإيه؟ هو حيرجع وحيقنعكم بالرجوع، بس القرود هتنصحكم إيه في طريقة تفكير الشخص ده أو شخصية الحبيب ده؟ سنة من الآن فكر بإيجابية، انتظر، نعم كن حازما. بصوا الشخص ده أي نعم حيرجع، بس الرجوع ده مش هيكون دي بس عشان أي نعم الشخص ده حيرجع، الرجوع ده هيطول شوية مش سنة، سنة من الآن يعني تقدر تكون بعد شهر بعد شهرين، يعني كحد أقصى سنة، تقدر تكون أقل من سنة. لكن الكروت هنا بتقول لكم إيه؟ نعم فيه رجوع، انتظر وفكر بإيجابية، يعني ما تقعدش لا وانا عاوز انتقم وانا مش عاوز ايه ومش عارف ايه ومش عارف. التفكير الايجابي يا ناس يكون بطريقه اني انا عاوزه ايه في العلاقه دي، هل انا استاهل رجوع الشخص ده لحياتي، هل الشخص ده لما هيرجع هيتعدل، هل انا هقدر استحمل رجوع الشخص ده مثلا اذا ما كنت اذا خانكم مسكتم عليه خيانه سابقا ودلوقتي راجع عشان يقول لكم خلاص انا مش هخونكم وبعتذر وكذا، هل هتستحملوا اي حركه تحصل قدامكم، رنه موبايل يعني قدوم رساله في الموبايل وما تجيلكمش الشفطه دي في القلب على انه في واحده بتتكلموا، هل هتقدروا تستحملوا كل ده؟ ده هو اللي بيقول لكم الكارت هنا فكروا بايجابيه، ما تفكروش بتسرع، شوفوا الواقع عامل ازاي، اسألوا نفسكم اذا هتقدروا تستحملوا كل ده. فعشان كده جال الكارت الاخير بيقول لكم كن حازما، كن عادلا. لما اذا يرجع الانسان ده مش تروحوا جري في حضنه، لا كن حازما. انت لما رجعت دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز نرجع عشان ايه؟ مش خنتني؟ انا بعرف اللي يخون ما بيحبش، لانه لو كنت بتحبني ما كنتش خنتني اصلا. هنا اللي لازم تكونوا تفكروا بايجابيه وتنتظروا وتكونوا حازمين في رده فعلكم مع الشخص ده. فمثلا اذا كنت في علاقه عاطفيه معاه او الطليق ده، في رجوعه لما يكون عاوز يرجع كن حازما وفكر بايجابيه، معنى إذا كنت عاوزني وتحبني وإنت ندمان حقيقة جيب أهلك وتعالى خطبني، تعالى اتجوز معايا، أنا خلاص مش بتاع شوارع. اتكلموا كده، يجب أنكم تتكلموا في الواقع وكل حاجة تكون حازمين وتكونوا حازمين فيها. دي هي نصيحة الكروت لكم أصحاب المجموعة الأولى. أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. قبل ما أبدأ الأبراج،
فضلا وليس أمرا. والله العظيم اللايكات مهمة جدا للفيديوهات دول، فإحنا بنتعب وشايفين يعني تعبانة ومريضة، ورغم كده عملت لكم الفيديو، فعلى الأقل أشكرونا باللايك بتاعكم، اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، حطونا تعليق جميل زيكم تقولونا فيه المواضيع اللي انتم عاوزين عليها فيديو زي الموضوع ده، ونشكركم مسبقا. الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100% برج الأسد، برج الجوزاء، وبرج الجدي. 80% برج العذراء، برج القوس، وبرج الدلو. 60% برج الحمل، برج الميزان، وبرج الثور. أما الأبراج المتبقية حوت، عقرب، وسرطان، 50%. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا الحجر الأصفر ده، أو أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي. نبدأ على بركة الله. فين؟ هنا عشان ما تكونش الطاقة زي بعضيها او كده، ونخلط الكروت. اول حاجة هنشوفها الطاقة العامة بتاعتكم عاملين ازاي. الصورة بتاعتكم، الصورة اللي قبليها واللي بعديها، سبحان الله طاقتكم هي خرجت الأولى، طاقة الحبيب هنا، هل فيه رجوع؟ طاقته في العلاقة، أو رغم إني غيرت مكان ال طاقتكم أنتم هنا. البعض منكم انتم اللي رافضين الرجوع، داخلين هنا فضول عشان تعرفوا هل الشخص ده ندمان عليكم ولا لا، بس انتم رافضين الرجوع للبعض منكم. لكن بما انها قراءة عامة هقول كل الاحتمالات اللي موجودة. افتقدكم هنا البعض منكم عايشين في علاقة ثلاثية، وعندكم شرط انه الرجوع بتاعكم يكون بخروج الطرف الثالث، لانكم انتم اللي شرطين الشرط ده، وغالبا الشرط ده حط الحبيب في مفترق الطرق، يا إما كده يا إما كده، مفيش كل حاجة مع بعض كده. أنتم دلوقتي يا إما تقبلوا برجوعكم للعلاقة وتعيشوا علاقة ثلاثية ومعقدة وصعبة، يا إما تشترطوا خروج الطرف الثالث، يا إما تشترطوا حاجات انتم عاوزينها في العلاقة دي، مش زي ما هو عاوز الحبيب. بعض منكم هنا انتم يعني متجوزين مع اتنين، الرجالة بيتفرجوا على هذا الفيديو، انتم متجوزين على مع اتنين، عفوا، واحدة لسه موجودة والتانية بابها شبه مغلق، وانتم واقفين هنا في مفترق الطرق بتفكروا على الاستقرار، على رجوع المياه لمجاريها، على بناية مستقبل جديد خارج الانسان ده والانسانة دي، انتم بس هنا فضول، انتم بس عاوزين تعرفوا حيثيات أو أحداث بتخص الحبيب ده. طاقتكم بتقول إنه وصلتم لوعي ما شاء الله عليكم، عندكم وعي فكري إنه دلوقتي بتدوروا على مصلحتكم قبل ما تدوروا على مصلحة حد، يعني بدأتم تفكروا بعقلكم وما تفكروش بقلبكم. طاقة الحبيب هنا
الحبيب دلوقتي بيفكر يا إما دخل في علاقة جديدة يا إما يفكر إنه يرجع، بما إنها طاقة عامة بتخص حياته كلها، مش يعني طاقتكم أنتوا الاتنين. هنشوف بعدين تحليل للكارت ده. غالبا هو يا إما بعاوز يبدأ بداية جديدة مع حد كان قاطع علاقته معاه، ربما أنتم، ربما بدأ علاقة جديدة بعد ما قطع علاقته معاكم. فالشخص ده عنده حاجات جديدة في حياته بتغير له طاقة الماضي. هنشوف بالقراءة، لأن هنا يعني طاقة عامة، يمكن يكون شغل، يمكن يكون إرث ورثه، زي ما نشوف هنا السنابل المقطوعة بالمنجل، تمام؟ يقدر تكون هو بيفكر إنه يرجع لكم، يشتري لكم هدية ويرجع لكم، يعني طاقة كبيرة. فحندخل بالتفاصيل فيما بعد في القراءة، تمام. نشوف دلوقتي طاقة العلاقة ما بينكم عاملة إزاي. طاقة العلاقة ما بينكم عاملة إزاي؟ سنضيف 3 أوراق للأوراق بتاعكم. ونشوف طاقة العلاقة ما بينكم عاملة إزاي. زي ما قلت لكم، البعض منكم انتم مش مركزين على الرجوع ده، لانكم شايفين انه في فرق كبير ما بينكم، في يعني عوارض كبيره ما بينكم، موانع كبيره ما بينكم، لكن انتم حاسين بانجذاب من طرف الانسان ده، او عاوزين تعرفوا عليه حاجات. هل ارتبط؟ هل عاوز يرجع؟ ايه مصير اللي حصل ما بينكم؟ لانه العلاقه مقفوله ما بينكم انتوا الاثنين، علاقه مقفوله خالص. وغالبا البعض منكم العلاقه دي ما وصلكمش اي معلومه عن الشخص ده، ومش عارفين عليه اي حاجه. هل ارتبط، ما ارتبطش، كذا كذا، خطب، سابكم وتجوز، او حاجه زي كده. وغالبا البعض منكم انتم هنا متجوزين وفي طريق الطلاق، وهو رافض الرجوع، واصلين للمحكمة. دي طاقة العلاقة. نشوف دلوقتي حيثيات العلاقة بتاعتكم. طاقتكم انتم حاليا بما يخص العلاقة العاطفية، تمام؟ احنا شفنا طاقتكم عامة انتم الاثنين. طاقتكم انتم فيما يخص العلاقة دي، طاقة الحبيب فيما يخص العلاقة دي، وطاقة العلاقة العاطفية ما بينكم. نشوف كمان كان شايفكم ازاي زمان، مشاعره، اختشي يا بت منك ليها، شايفكم ازاي دلوقتي ومشاعره دلوقتي. وهل ينوي الرجوع؟ طاقتكم انتم وطاقته هو شايفين يعني عكس بعض. طاقتكم انتم ربما عملتم تشافي لنفسكم، عملتم توازن للانفصال ده، خلاص ما عدتوش يعني، ما اصبحتوش يعني مركزين بطاقة عاطفية، لا مركزين بطاقة فكرية اكتر من الطاقة العاطفية. وغالبا انتم دلوقتي ربما بدأتم شغل جديد، فتحتم مشروع أو حاجة زي كده، في طاقة توازن فكري
غالبا يا إما استلمتم إرث، يا إما عندكم يعني معلومة حتجيلكم تفرحكم وانتم حاسين بيها، مش بالعلاقة العاطفية، لا، المعلومة دي بتخص فلوس وحتفرحكم المعلومة دي، وانتم في طاقة إيجابية وجميلة جدا، بعكس الحبيب هنا. يا إما انتم للبعض منكم كنتم متجوزين ولما خرجتي أخدتي حاجات بتخصه، أو كنتم في مشروع مع بعض وأخدتي منه حاجة، أو هو في حد ذاته كان في مشروع مع حد والحد ده غدر بيه، حاجة زي كده. لكن في طاقته هو حاسس إنه في كارما رجعت عليه بسبب اللي عمله فيكم، حاسس إنه الضربات بتجيله من كل ناحية. يستريح من المشكلة دي تجيله مشكلة ضرائب، يعني يستريح من مشكلة الضرائب عنده مثلا أبوه بيمرض أو أمه بتمرض، بيخلص يتشافى أبوه لأمه، عياله تمرض، هو بيمرض، يعني مشاكل جايله فوق دماغه واحدة ورا التانية. طاقة العلاقة هنا طاقة دفول، تحرر. العلاقة ما بينكم كل واحد في مكانه وكل واحد مشغول في حاجة في حاله، لكن العلاقة يعني لسه فيها أمل إنها ترجع زي ما كانت زمان. شايفكم إزاي ومشاعره سابقا؟ يعني هقول إيه، أقل من 18 سنة يخرجوا لي من الفيديو. تمام. قبل ما أبدأ القراءة، بين الملاحظة بين قوسين، فضلا وليس أمرا، إحنا بنتعب كتير على تحضير الفيديو، فبنلقى 200 و100 لايك على فيديو مدته ساعة والواحد تعبان فيه وبذل طاقة كبيرة وبيدي لكم معلومات، وبصوا على التعليقات، يعني القراءة بتنطبق تقريبا على الجميع، تقريبا على 90% منكم. فعلى الأقل يعني اشكرونا بلايك، اللايك مهم جدا في الفيديو، اعملوا لايك، انتم مش خاسرين حاجة واسمكم مش هيظهر لما تعملوا لايك، فليه يعني الواحد تاكلوا عرق جبينه كده؟ عيب والله، احنا ما طلبناش فلوس، طلبنا بس يعني انكم تقدروا المجهود اللي احنا بنعمله على الاقل. شكرا لكم ولتفاهمكم. مشاعره سابقا وكيف كان، ازاي كان شايفكم؟ كان شايفكم ناس عملية جدا، ناس منضبطة، يعني بتحط كل حاجة في مكانها، وقت الجد والشغل، وقت الجد والشغل، وقت الراحة، وقت الراحة، ووقت للعاطفة لوحده. فهو حبه ليكم كان مزيج من مشاعر بتخص يعني مواصفات عندكم، لأنه شايف عندكم قوة وعزيمة، وتعرفوا إزاي تحسبوا للحاجات كويس، مش تحسبوا الفلوس، يعني تحسبوا الحاجات كويس. مثلا قبل ما تبدأوا أي حاجة تعملوا برنامج أو تدرسوا دراسة مسبقة، هل الحاجة دي اللي عاوز أعملها أو المشروع اللي عاوز أعمله هينجح ولا ما ينجحش كده. شايفينكم ناس منضبطين جدا وخاصة في شغلكم، وكمان منجذب جدا 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 للعلاقة العاطفية، ربما علمتوه حاجة أو اتعلم معاكم حاجة أو لقى عندكم حاجة ما كانش يعرفها فيما يخص العلاقات الجنسية سابقا، والشخص ده أو الحبيب ده مولوع بيكم من الناحية الجنسية. إزاي شايفكم دلوقتي ومشاعره دلوقتي؟ بصوا هنا زمان إزاي كان منجذب، شوفوا دلوقتي. الشخص ده شايفكم إيه إزاي دلوقتي ومشاعره؟ هو أولا زعلان على نفسه، زعلان على نفسه من نفسه، وغالبا الحبيب ده في غيابكم انتم قلت لكم رجعت عليه كارما، فيه كارما رجعت على الحبيب ده، فهو دلوقتي شايفكم انكم انتم اللي كنتم مديين للعلاقه توازن بتاعها، انتم اللي اديتوا معنى للعلاقه دي،
وانتم اديتوا معنى لحياته، لانكم انتم اضفتم لحياته حاجة هو ما كانش عايشها سابقا، احتواء، حب، حاجات كتير، لان الشخص ده كان زمان قبل ما يعرفكم لا يؤمن بالحب، لا يؤمن بالمشاعر. الحب بالنسبة له الحب علاقة جسدية فقط، فاكر ان ده هو الحب. لكن دلوقتي لا، خرج من المشاعر الجسدية إلى مشاعر روحية، وفهم إنكم أنتم الاتنين توأم روح أو توأم شعلة، وبيكم تكتمل الدورة. رقم 10 10 of cups والتو of pentacles، بمعنى 12 شهر بتاع السنة بيكم تكتمل الحلقة، وبيكم يكون فيه التوازن في حياته الأسرية وحياته عامة. إن الحب الروحي يجب عليه إن يكون أكتر من الحب الجسدي، أو يكون الاثنين متوازنين، مش انجذاب جسدي هو فهمه إنه حب. دلوقتي شايفكم كده وفهم كده، هل عاوز يرجع؟ هو عاوز يرجع لأنه دلوقتي مشاعره تحولت من مشاعر جسدية إلى مشاعر أهو زي ما قلت لكم حب مطلق، حب الروح. والشخص ده بيراقبكم مراقبة من كل النواحي، على مواقع التواصل الاجتماعي بيبعت صديق ليه عشان ربما في ما بينكم معرفة، صديق يعني بتعرفوا نفس الصديق أو نفس الصديقة، فبيجيب له أخباركم، وغالبا عاوز ينتظر لأنه هو سمع أن عندكم مشكلة مؤخرا أو حاجة زي كده، فعاوز ينتظر الوقت المناسب عشان يتدخل ويساعدكم في المشكلة دي اللي انتم بتمروا بيها دلوقتي أو اللي هتمروا بيها. وقتها حيشوف أنه دخوله أو رجوعه ليكم لكي ينقذكم زي الفارس الولهان ده، هتشوفوا أنتم خطوة جميلة على أنه لسه بيحبكم بيهتم بأموركم. تمام؟ تمام. طب هل هيعمل الخطوة دي؟ تلكم ندمان، ندمان وفيه كارما رجعت عليه. بصوا، هو شايف انه لازم عليه يتحمل ردة فعلكم مهما كانت ردة فعلكم، لانه هو عارف انه لما انسحب من العلاقة اذاكم جدا، فهو عارف او حاسس انكم هترفضوه، لكن بمساعدته ليكم في المشكلة اللي انتم فيها اللي هتكونوا فيها، ربما عنده نفوذ، ربما هو بحد ذاته يشتغل في الشرطة أو حاجة زي كده، لما حيساعدكم حيشوف إنه نظرتكم ليه حتكون نظرة مختلفة. يعني مثلا حيعرف إنكم يعني بعدين يعني مش هتصدوه لأنه حيساعدكم، فهو عارف إنكم حتتقبلوا رجوعه في العلاقة مش كحبيب لكن كصديق، وده يعني يفرحوا جدا، وحتكون الخطوة الأولى في رجوعه أهو سبحان الله في رجوع للعلاقة مرة تانية، لأنه ندمان جدا. بصوا، ندمان جدا على انفصاله منكم، حاسس أنه كان أناني في السابق، كان بيفكر بأنانية في العلاقة دي، وكان إنسان مصلحجي أناني بيبكي على نفسه، مش فاهم ليه هو كان بيتعامل بالشكل ده. انتم عرفتوه شخصية جديدة في شخصيته، زي ما لو كنتوا صحيتوا له الضمير ده اللي كان دايما نايم جوه قلبه، فهم حاجات، زي ما لو نقول احنا عرفتم ازاي تربوه بالشكل اللي انفصلتم معاه او صدكم ليه ان شاء الله. طب نصيحة الكروت هتقول لكم ايه؟ اصحى
أصحاب المجموعة الثانية. لا تتوقف، من غير المرشح انظر للإشارات. سوف يتحسن الوضع. بصوا، رغم ما قلناه في القراءة هنا، فالملائكة بتقول لكم لا تتوقفون، لا تتوقفون. انتم يعني خرجتم من العلاقة دي، دلوقتي عندكم فكرة معينة عن العلاقة دي وعن الشخص ده، فلا تتوقفون من انكم تبنوا الفكرة الرئيسية او الاساسية ليكم في علاقتكم مع الشخص ده. مثلا اتأذيتوا من الشخص ده، مش لازم تنسوا الأذية دي، ما تتوقفوش على انكم تشوفوا الامور زي ما هي، انظر للاشارات. يجب عليكم انكم تشوفوا الواقع زي ما هو، لانه الوضع ده بتاعه على حسب ما شفنا في القراءة، من غير المرشح انه سوف يتحسن الوضع. يعني رغم ندمه ورجوعه وكل حاجة، هيقدر من غير المرجح انه الحاجة دي هتحصل، يعني من غير المرجح ان الانسان ده ضميره هيقعد صاحي دايما، يقدر يرجع ويعمل لكم نفس الغلطة اللي عملها معاكم. فلا تتوقفون من النظر إلى الإشارات اللي قدامكم، ربما بتشوفوا أحلام، بتشوفوا ريش قدامكم أو حاجة زي كده، لأنه العلاقة أو الوضع أهو من غير المرجح أنه سوف يتحسن الوضع. فكونوا يعني على واقفين على قدم وساق، ما تدخلوش في بحبه ومش عارفة إيه وتصدقوا كل الكلام، لا، حطوا له قواعد. حتى ولو رجع الشخص ده، حطوا له قواعد وشروط، ما تتقبلوش الرجوع بالشروط القديمة اللي كنتم فيها، مش المهم يرجع وخلاص. أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. فضلا وليس أمرا، قبل ما أقول الأبراج، اعملوا لايك للفيديو، ده مهم جدا لتقييم الفيديو، فنحن بنتعب كتير ونعمل لكم فيديو كل يوم، فعلى الأقل تشكرات للمجهود اللي احنا بنعمله يوميا ليكم. اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يصلكم الجديد في هذه القناة. 100% برج الأسد، برج الثور، برج الميزان. 80% برج الجوزاء، برج العقرب وبرج القوس. 60% برج الجدي، برج الحوت وبرج السرطان. أما 50% برج العذراء، برج الدلو وبرج الحمل. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو، أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.